مرحبا كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم بالكايرو فيلم فيستيفال بدورته 42، لكن اليوم كثير سبيشل لانه هي مش بس حبيبه قلب الكل. اليوم بدنا نحكي عن حياتها المهنيه، عن شو بتحب التمثيل، عن شغفها للسينما. جوين مي باكبر اكبر اكبر زقفه لحبيبه القلب ذا ليجند منى زكي. Congratulations لجائزة فاتن حمامة، هيدي أول زقفة لهنا. شكرا. أنا كنت ايموشنال قوي لدرجة إني نسيت أشكر المهرجان وحفظي، يعني I'm so sorry، ونسيت أشكر جوزي وأعمل حاجات كتير. Thank you حفظي بجد قوي قوي قوي. أنت عامل شغل جامد، we're all so proud of you، كلنا فخورين بيك جدا جدا. وناس كتير نسيت أشكرهم، بس النهاردة is a good chance إن أنا أذكر مخرجين كبار شكلوني، منهم أستاذ شريف عرفة، أستاذ عاطف سالم. كنت مبهورة بخفة الدم، مبهورة بلذاذة الزوجة أو الست اللي حبت حد وهو يعرف ستات كتير، وهي إزاي. أنا بالنسبة لي مثلا الفيلم ده زي شهرزاد، إنك إزاي تخلي الراجل تسحبيه من أي إغراءات بتاع ستات كتير بطريقة ذكية وحلوة. بس ده كان المودرن بتاع ألف ليلة وليلة. الحاجة الأغرب إن أنا كنت بتفرج على مسرحيات من زمان، من وأنا صغيرة. بالنسبة لي كان المسرح شيء مهم قايم جدا. دي كانت الخيط اللي لما جيت مصر خلاني أعرف أبتدي منين. شغلتي هي إني كالتمثيل، إنك تعيش اللحظة. اللحظة دي بتخليك تصدقها، تقولها بجد. انا بحس كده يعني، يا رب يبقى ده حقيقي بشكل كبير، لان عارفه اني لما جيت اعمل الشخصيه الفلانيه، لما حصل ايه وجوزها عمل فيها ايه، ده كان بيوجع. عارفه يعني ايه ابن يبقى مش موجود او مخطوف، ده قلبك مش موجود. في مسرح المدرسه كنت معظم الوقت بعمل حاجات باك ستيج، يعني كنت اساعد في اني البس زمايلي، اساعد في ان احنا نشد عشان نغير مثلا البرتكابل اللي ورا. مره وقفت على المسرح، وبعدين apparently هم فجاه قالوا لي لازم تطلعي عشان في حد ما جاش، حد غايب يعني. فلبست فستان الحد ده، كان حد فستان ذهبي بلدي جدا، بس يعني انا لازم اقف لابساه واعمل الحاجه دي، هنقذ الموقف. فانا طلعت قلت الجمله جد جدا، وابيرنتلي هي من الواضح انها كانت جمله بتضحك. فلما الناس ضحكت انا اتكسفت جدا جدا. عندي بقى، لا حتى لو وقتها ما كانش 13 ده كان مع استاذ محمد صبحي، وقتها كان عندي 11 سنه. قررت ان this is not my thing، ان انا ابقى كده مع الناس كده، دي مش حاجتي. انا يعني الناس تضحك عليا وانا ازاي.